شارع شكري القوتلي. نشاهد هنا دمشق الحب في عام 1952 للميلاد من الغرب إلى الشرق لشارع بيروت أي شارع الرئيس شكري القوتلي لاحقا، ويبدو الرصيف الجميل والنظيف والحاوي على الأشجار الباسقة المحاذية لضفة نهر بردا والمنساب برفق حين كان النهر بدون أكتاف بتلك الحقبة وفي ذلك الموقع. ويبدو في جهة اليمين بداية المرج الأخضر والملعب البلدي القديم، بالإضافة إلى مضمار سباق الخيل والذي صار فيما بعد أرضا لمدينة معرض دمشق الدولي. وبالعمق يظهر بناء المتحف الوطني وحديقته والمشيد عام 1936 للميلاد، بينما تختفي التكية السليمانية ومآذنها وقبتها خلف الكثافة الخضراء من الأشجار المحيطة بها. الصورة ملتقطة حسب تحليلي الشخصي في أشهر تشارين الشام الخريفية بعد سقوط أوراق الشجر وانخفاض منسوب مياه نهر بردة في الخريف، ومن لباس الرجل الماشي على الرصيف أيضا. شارع شكري القوتلي. نشاهد هنا صورة لدمشق الحب في عام 1951 للميلاد من الغرب إلى الشرق لشارع بيروت أي شارع الرئيس شكري القوتلي لاحقا، ويبدو الرصيف الجميل والنظيف والحاوي على الأشجار الباسقة الرائعة على كلا الطرفين حين كانت منتزها جميلا لسكان أهل الشام. وفي عمق الصورة محل جسر فيكتوريا، وتبدو إحدى سيارات ذات طراز تلك الحقبة تسير فريدة متفردة بالشارع الخالي من الزحام والسيارات، وكذلك بعض المارة المتنزهين على هذا الشارع. التقطت الصورة بعد عصر من أيام الصيف الشامية بموجب اتجاه ظلال الأشجار على الشارع حين كانت الشمس تغيب خلف جبل قاسيون في فصول الخريف والشتاء، أما في أشهر الربيع والصيف الشامية فإنها تغيب مائلة باتجاه قبة السيار عند خانق الربوة.